أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: اقترض ابن من أبيه مبلغا من المال، فإذا حان وقت الزكاة فهل يخرج زكاة ماله وهذا المبلغ المقترض؟ وهل على أبيه زكاة أيضا في المبلغ الذي أقرضه ابنه؟ الزكاة تجب على مالك المال، إذا حال الحول تجب الزكاة على من يملك المال، سواء كان المال بيده أو كان ديوناً في ذمم الناس، لأنه ملكه هو الذي يزكيه، والمدين يزكي ملكه، كل يزكي ما بيده، المدين يزكي ما بيده ويملكه، والدائن يزكي ما بيده ويملكه. نعم.